عسلامة. اليوم باش نطيبوا خبز تعداب، ناخذوا كيلتين سميد عليهم كيلة فارينة، حطيت شوية كركم، حطيت ملح، حطيت مغرفة خميرة متاع خبز. وتوا باش نعجن بالماء سخون. توا لميت العجينة متاعي بالماء، قلنا كيلتين سميد، كيلتين سميد وكيلة فارينة اللي تحبوا تكيلوا به، ما نقعدوا ناخذوا نفس الكيل. عليهم مغرفة خميرة نتاع خبز، عليهم مغرفة ملح، وعليهم توا هذه العجينة نتاعنا بعد ما عجناها بالقدا حطيناها في ساشي بلاستيك. توا خمرت باش نقسمها على 4 خبزات باش نحطها في الفرن، وبيان نقسمها على خبزتين كبار ونحطها في الفرن. بلوتو توا باش نقسمها ونحطها في البلاتوات نتاعها ونخليها تخمر. توا قسمت العجينة متاعي على خبزتين باش نحطها في طبق كبير، على 2 قسمتها باش نحطها توا وباش نخليها تخمر. باهي هذوما هما الخبزتين، قسمتهم وشقيتهم في الوسط بلا ولا بسكينة ماضية. توا باش نخليوهم يخمروا نصيف ساعة على الأقل وبعد نحطوهم في الفرن، خاطر باز الخبز باش يجيك نافش وباهي وبنين يلزم تخليه يخمر بالكدا. توا هذه الخبزه نتاعنا قاعده تطيب، هذه الخبزه نتاعنا طابت كما قاعدين تراو. ان شاء الله تكون عجبتكم الريزولتا. ما تنساوش ابوني فو على ماشين سي غراتوي، وكليكي على الكلوش باش كل ما نهبط ريسيت جديده تجيكم نوتيفيكاسيون. بسلامه.